جديدي والمولوتية الوجدية برسم الجولة 24 من الدوري الوطني الاحترافي. الشوط الأول كان شوطا لا بأس به على المستوى التقني، وكذلك حضور الأهداف مع انطلاقة هذا الحوار بعدما تمكن فريق الدكالي من الحصول على ركلة جزاء. تدخل عبد الله خفي أمام ياسين الدابي، ركلة الجزاء في التنفيذ عبد الفتاح حضرف الذي يسجل هدف لفائدة هدف التقدم لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديدي في حدود الدقيقة 5. بعد ذلك تحرك فريق الامسيو للبحث عن التعادل، سيتأثى ذلك بهدف من طرف أبو بكر ديمبا كاميرا 5 دقائق بعد الهدف الأول لفريق الدكالي في حدود الدقيقة 10. يسجل الملوتية الوسطية هدف التعادل. نتابعنا بعد البناءات الهجومية الأخرى لفريق الدفاع الحسن الجديدي. التعامل مع الكرة في اللقطة الأخيرة من شعيب المفتول لم يكن بالشكل الموفق، وهنا نتابع ركلة الجزاء الثانية التي يعلن عنها حكم المرات في هذا الشوط الأول مرة للمولوتية الوسطية. أبو بكر ديمبا كاميرا يستثمر ركلة الجزاء ليسجل الهدف الثاني في حدود الدقيقة 23 بعدما كان هناك إسقاط للامين دياكيتي. فريق الدفاع بحث عن التعديل، محمد الجعواني هنا في تسديد الكرة لكن فوق الخشبات الثلاث لمرمى الحارس مروان فخر. أريد تلعب بمقوسة تصل بلاعب المولوتية الوسطية، فرصة متابعة، فرصة فرصة غالية ثمينة. هنا نتابع اللقطة لقطة تكسير التسلل، وشعيب المفتول بحث من أجل استغلال هذه الفرصة لكن هي واحدة من الكرات التي تكتسي طبعا الخطورة. لاحظوا اللي حضر في البداية ومن هو حمزة الدرعي، والدرعي لشعيب المفتول، جمال حركاس العرضية للاستلام راسية، فرصة إثارة تحضر. لاحظونا بهذا الشكل، لاحظوا هل كان هناك تقدم من جانب لاعب فريق المولوتية الوسطية. لو سجل الهدف الحكم كان سيعود لتقنية الفار من أجل التأكد. بحرو منح الإضافة، منح اللقاء على الدين، فتيجة من على الدين عبر القائم الثاني، فرصة لبعاد من طرف ميركورتو لاعب المولوتية الوسطية. المولوتية الوسطية تلعب مقوسة جانبية عن مرمى لركلة ركنية، التنفيذ كان من طرف على الدين بوشنا، ركلة ركنية عبر القائم الأول، فرصة خطيرة 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 خطيرة، فرصة لامينو يا مرحو، واحدة كذلك من الكرات الجميلة لفخاد مثلك هذا قرارات هذه ركلة ركنية، فرصة راسية متابعة كاميرا مسجل هدف الثاني، ركلة ركنية فرصة للمولودية الوسطية، فرص العرضية لاستلام شعيب المفتول. شعيب حضر البحث عن التسديد، شعواني سدد، حضر نبيل سدد، نبيل لكن بعيدة يا نبيل، تأخر فعالية تمرير، فرصة في منطقة الجزاء والإسقاط من سفيان برحو. هكذا شاف حكم المباراة بالنسبة لأولى ردود الفعل من طرف سمير القزاز الذي أعلن عن ركلة جزاء لفائدة فريق المولودية الوسطية. الحكم ماذا يقول؟ يقول ليس هناك ركلة جزاء بالفعل، ليس العرضية من فراس، والرأسية من شارب من طرف مير، العرضية من عبد الحميد فراس، الفر العرضية ترتطم بمن كانت ارتطمت بلعب الملود. هذه محاولة خطيرة العرضية البعت لفريق الدكالي، عرضية فرصة راسية مرت بسلامة الثانية، والراسية كان سيزن هدف، كان سيكون بقيمة ذهب. هنا نتابع يسادي اللقطة في وتمكنوا لبعادة، هنا كرة أمالي موكوكو ثم الانسلال ثم الراسية من طرف ياسين الذهبي، الأخير تلعب الركلة ركنية، الدرعي فرصة سديدة، وتارة الغياب اللمسة الأخيرة، وتارة التسرع ياسين الدابي لبعاد سودي على مستوى لبعاد من أفيد. الآن الاختيار، الكرة الطويلة، كرة أمامية لبعاد من خطيره فخر، يمكن أن أقول فخر على مستوى حراسة مرمى المولودية الوسطية. لاحظوا اختار السرعة والتايمينغ المناسب، جميلة فراس العرضية والإبعاد من طرف دفاع فريق المولودية، ربما تعطينا إشارات بأن المباريات ستكون جميلة في هذه الجولة. فرصة الشيء اليمنى العرضية جول، الرجل سيشن جنونه،
سيجن جنون لأنه اختبأ هذا الشكل في لحظات صعبة وقاتلة من المباراة. تجعل الدفاع الحسري جديد يعادل النتيجة وستجعل شيء مفتوح. الشعواني والألعابة الشعواني لعبة فتيشة ياسين الدابي هنا اللي مرت على ياسين الدابي المتابعة من أمري موكوكو وتستغل جوار البحث عن تأمين البقاء في البطولة الوطنية. أفوى على مستوى الدفاع مرت على لاعب يوسف العامري والمتابعة من طريق البحث عن التمرير والعرضية من عبد الحميد فراس محاولة لفريق الدفاع. نتابع هنا التمرير الكرة كرة كانت في العمق كرة بينية أمامية تحصل من لا شيء فرصة فرصة خطيرة فرصة هو فالمباراة هدف النقاط الثلاث الأغلى في هذا الموسم بالنسبة للدفاع الحسري الجديد. هنا لاحظوا الارتباك ومن ضيطان جوناتان